هكلمكم عن ايه النهارده؟ عن ايه؟ خلي بالك من عقلك. طبعا دي للمتزوجين مهمه، لان يعني بيبتدوا بعقلهم ويكملوا بعقل شخص اخر. بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاه، مكتئبين لكن غير متضايقين. في مجموعه كلمات في الايتين دول ان فيهم كل الحلول اللي هنتكلم فيهم النهارده، بس انا حبيت ابتدي بيهم علشان نبقى مدركين الموضوع بيتكلم عن ايه. قبل ما ابتدي عايز اقول لكم statistics اتعملت recently، يعني من 10 سنين 2013 2016 في الرينج ده، على نسبه الناس المكتئبين. والموضوع ده كان شغلني بقاله فتره، وكنت بتكلم فيه مع شريف، ولما قال لي في كلمه قلت له بص انا الموضوع ده شغلني مع الاطفال، بس وانا بدرس مع الاطفال لقيت الكبار جم في السكه. ف هقول لكم يعني الارقام للاثنين، بس هنتكلم النهارده على الكبار بس. نسبه الاكتئاب في الفتره دي من سن 50 لسن 65 زادت عن الفتره اللي قبليها نسبه 23% مور. من سن 35 الى 45 26%. من سن 18 الى سن 34 زادت 47% دبلد. من سن 12 الى سن 17 بصوا الرقم ده 63% زياده. ارقام مرعبه. يبقى كان الاكتئاب، هما بيسموا الجينريشن دي اللي عملوا عليها استدي الزي جينريشن بتاعت الاطفال، الزي جينريشن اللي هما اتولدوا في فتره من 10 سنين كده ثابت فاتت والورا شويه، عمل لهم شويه دراسات. وفي عندنا ثلاث اسباب، كذا سبب يعني للاكتئاب او للتغير ده. في جينيتك، انا مش هكلمكم ميديكال كتير، انا بس بقى عشان تبقوا فاهمين ايه القصه. يعني في الاكتئاب ده بيجي نتيجه بنسبه محدده جينيتك، والجينيتك دي او كيميكال تشينجز في الجسم نتيجه خلل في وظيفه كيميائيه. خلي بالكم المود بتاعنا ده، المود بتاعنا هو كيميكال رياكشن جوه الجسم، يعني افرازات معينه بتخلينا فرحانين او حاجات معينه بتخلينا مكتئبين، بتبقى نتيجه رياكشن لافعال. يعني هديكم مثل، يعني احنا مثلا زمان الانسان لما اتخلق ويمشي في الغابه وبعدين اسد يهجم عليه فيحصل ايه؟ يتخض، فلما تخض ضغطه يعلى والجسم يفرز انسولين ويفرز طاقات وكوليسترول علشان يجيله طاقه فيطلع يجري فيقدر يهرب. دي رياكشن جوه الجسم. طب افرض انك اتخضيت وعملت كده بس ما طلعتش اجري، كل الكيميكال دي فضلت ايه؟ قعدت جوه الجسم، عملت لي ايه؟ نوع من الامبالانس. عشان كده بقول لك للشخص اللي عنده ضغوط يقول له ايه؟ العب رياضه، اجري، احرق اللي الجسم عمال يفرزه جوه ده وانت ما بتسخن، عشان ما يجيبلكش مرض. يقول لك ده زعل جاله سكر. يعني ايه زعل جاله سكر؟ لان الكيميكالز اللي جوه الجسم اتغيرت. بس في حاجات جيناتك، الجيناتك دي اسهل حاجه بالنسبه للدكاتره، بيشخصوها وبيدوها ادويه بتاخد 6 اسابيع، وفي خلال 3 شهور يبتدي اثرها تتباين. بعد 6 اسابيع في 3 شهور يكون الشخص ابتدى يتعافى تماما من هذا النوع من الاكتئاب. تاني حاجه، الاكتئاب بيجي لما ظرف يتعرض له الانسان وازاي عقله بيتعامل معاه. يعني انا لما حصلت لي المشكله دي، لان المشكله دي ممكن تحصل لشخصين، شخص يكتئب وشخص ما يكتئبش. طب ايه الفرق؟ انا بتعامل معاه ازاي؟ عقلي خد المشكله دي وتعامل معاها ازاي، وده بيبقى اكوردنج بقى للتربيه وحساسيه الشخص من الموقف وهو بيبص له ازاي ومقاييسه والفاليو لتقييم الامور ازاي. وممكن حاجه زمان كانت بتزعلني والنهارده ما بقتش تزعلني، لان ابتديت اشوف الحياه بطريقه مختلفه. فكل المقاييس دي بتساعد ان المشكله تتحول الى اكتئاب، او المشكله تفانش، تروح، تدوب، تمشي. في الحاله الاولانيه بتاعت الجيناتيك او الكيميكال تشينجز، لو حد طلع عنده حاجه زي كده، احنا عندنا كلتشر مصري عربي ان كلمه دكتور نفساني يعني انا بقيت مجنون. طبعا ده حتى احنا بنتكلم في الصلوات امراض نفوسنا واجسادنا، في حاجه اسمها امراض نفوسنا، في حاجه اسمها مرض. طب اشمعنى بروح اتعالج من مرض جسدي وما اتعالجش من مرض نفسي؟ فلازم ان انا اتعالج لو انا عندي جيناتيك ديفيشنسي في حاجه معينه، ده مش حاجه غلط ابدا.
كل الناس اللي دارسه الموضوع ده فاهمه ان ده شيء طبيعي. انا بعمل كيميكال زي اللي عنده سكر، الانسولين محتاج يتظبط، بياخد كيميكال اسمها الانسولين. زي اللي عنده ديفيشنسي في الجلين اللي موجوده فوق الكدني مثلا، ياخد مكانها كورتيزون. زي اللي عنده ديفيشنسي في الغده الدرقيه الثايرويد، بياخد معانا لازم تتظبط لما تزيد او تقل، محتاج ابالانس الكيميكال. يعني ممكن الغده دي تخلي الشخص ما تعرفش تتحرك وعنده كل حاجه سليمه، بس هو محتاج النوع ده من الكيميكالز عشان تديله الانرجي يتحرك. ففكره ان انا نفسيا محتاج دواء حسب طبعا في ادويه لازم تتاخد بحكمه عشان ما يكونش ليها باد سايد افكت، لكن انا بتكلم على الجنرال ان في ادويه بتبقى محتاج الانسان ياخدها علشان يقدر يظبط البالانس ده. طبعا دي ما تتاخدش كده من غير ما يكون حد موثوق منه وحد احنا بنتابع معاه. انا مش هكلمكم طبي النهارده، انا هكلمكم هو موضوع روحي، بس انا بديكم الباك جراوند عشان نبقى فاهمين يعني انا لما ابقى مضغوط انا في انهي ليفل. الكتاب المقدس قال لنا تغيروا عن اشكالكم بتجديد اذهانكم. ايه الحته دي؟ انا هقف عندها شويه. انا الحاجه دي تمثل لي ايه؟ يعني مثلا ممكن حد his own image قدام الناس، حد احرج حد قدام الناس، يبقى نهايه حياته ويروح متعكنن وانا اتبهدلت وانا كرامتي اتمسح بيها الارض وانا، وما ينامش ويفكر في الموضوع وطول الليل الموضوع عمال يقلب في دماغه والدنيا ايه مش مظبطه. انا عايز اقف عن هنا، وقبل ما اخش في الديفينيشن ده اسالكم بقى من وجهه نظركم ايه اللي ممكن يجيب لي اكتئاب؟ ايه اللي ممكن يجيب لي اكتئاب؟ ستريس الحياه. طب ما الحياه كلها ستريس، كلنا ستريس، بلف حوالين نفسي مفيش هدف. اوكي، يعني فقدان الهدف ممكن يجيب لي اكتئاب. ايه تاني عايز اسمع منكم؟ صغر النفس واحساس ان انا ولا حاجه بيخليني جو داون، اكتئب لان انا حاسس ان انا ماليش فايده. كويس، انميت اكسبكتيشن، عندي اكسبكتيشنز الناس هيعاملوني بطريقه معينه، ان انا هوصل على حاجه معينه والحاجه دي ما بتتقالش. خوفي، خوف الخوف الزائد، الاحساس بالذنب ممكن يجيب اكتئاب. فقدت السيطره على مين؟ I'm just kidding. لا لا ارجوك. طب مين اللي جاوبه الاول عشان احنا عايزين نخلص البتاع ده؟ مين اللي جاوبه؟ طب انا عايز حد يشتغل معايا في الموضوع ده. عدي على اللي بيجاوبه، عدي على اللي جاوبه وخليهم يختاروا. ها لو بقك لعب ثانيه هجيبك. اللي جاوب ياخد على طول، اصل هو قالوا لي سد نفسهم عشان الاكل يعني على القد. بس بقى في تركه من شريف قال لي هات معاك حاجه تسد النفس. فانت هتاكله ده مش هتاكله اللي جاي. ايه تاني ممكن يكئبنا؟ المقارنات. ايه تاني؟ ما فيش ثقه في ربنا ان هو هيحل لي المشكله، قله الايمان. الروتينيه والملل. اي ايه انا في حاطط اهداف والاهداف دي ما قدرتش اوصل لها فجالي احباطات. ايه تاني يجيب اكتئاب؟ فقدان شخص عزيز عليك يجيب اكتئاب. تقليل الصلاة ممكن يجيب اكتئاب. هو تقليل الصلاة وسيلة بس اتس اوكي. ايه تاني؟ لا ياخد. انا عايز اخلص، انا عايز اسد النفس. اديهم العوان التاني. ايه تاني؟ وقوع الخطية المستمر وعدم قدرتي ان انا اطلع منها ويأسي، يعني اليأس. كان حد بيقول حاجة هنا النكد.
لا لا نسيب الميكروفون في دي ونطلع اسلاك الشاي. لقيت السيدات كلهم بقوا ايه 915 9 وربع الوش راح طالع ال او 10 بقى دي اقوى اللي هي عارفينها دي. طب ممكن اسال الستات ليه الابتسامه كانت زائده لما قالوا نكت ماستر ان وان ان نعم بلاش احراج. طيب ما حدش قال لا مين قال نكت الظروف كل اللي حكيته ده تحت البند بتاع الظروف التي يتعرض لها الانسان وكيف يتعامل معها عقله. تاني الحته دي كل اللي حكيته ده بيندرج تحت مواقف مختلفه من احباطات اهانات فشل ياس اهداف غير مش قادرين نوصل لها هزل خزلان ال النكد ال تراكم التراكم ال تراكم ممكن احداث حصلت في الطفوله والاحداث دي ما تعالجتش دي بتسببش اكتئاب بس بتسبب امراض نفسيه تانية مختلفه. يعني خلي بالكم احنا بنتكلمش عن امراض نفسيه ان جنرال الموضوع ده كبير بس انا بكلمكم عن ان في حاجات بتمر بيها في حياتنا الحاجات دي هتفرق ازاي نتعامل معاها هتأثر فينا ازاي. يعني انا قابلت ناس مثلا كان حصل لهم كذا مره في حياتهم ان الشغل باظ واضطروا يسيبوا البلد وبعدين يروحوا بلد تانية وبعدين الشغل باظ في بلد تانية وفضلوا ايه يقعوا من دي ويقوم في التانية ويقوم في التانية بس جه في موقف معين نفس الحاجه حصلت له بس هي كود انتيكت فدخل بقى في اكتئاب وفي ديبريشن وفي امراض وبعدين ما ابتداش يعالج الموضوع فابتدى يخش في حاجات تانية اصعب واصعب واصعب. يعني ممكن نفس الشخص مش هقارنه بحد تاني يعدي عليه في مرحله من الحاجات هي كان اوفر كومت بس يجي وقت تاني نتيجه حاجات معينه ما يقدرش يقاومها. The early the better ان احنا نطلع من اي فكره. خلي بالكم حرب الافكار هي اقوى الحروب وكل خطيه بتجيب فكره. يعني اي فكره الشيطان عنده بيرميشن يرمي اي فكره في دماغ اي حد. يعني انت عرضت الموقف هترجم الموقف ده ازاي؟ ده بهدلوك انت كرامتك اتمسحت ده الناس كلها ضحكت عليك انت واقف توعظ عامل نفسك قسيس ده وتشوف بيتكلموا عليك يعملوا ازاي ومش عارف ايه اللي بيحصل ايه ويبتدي ايه يرمي الفكر. فانا بقى ايه لو خدت الفكره دي ده بص كانوا باصين لي ازاي ده كانوا بيضحكوا طب ده انا منظري طب انا هاجي اروح تاني الكنيسه ازاي طب انا هعمل طول الليل بقى اقلب الفكره دي في دماغي وبعدين الفكره بتتحط ايه روتس يعني ايه روتس يعني يبقى لها مكان تتغذى فيه فتكبر فتبتدي الفكره بدل ما هي مجرد فكره انا اقدر اهشها الى حاجه بقى ليها حصل حاجه اسمها ايموشنال اتاتشمنت عقلي خد الفكره دي وبقى لها مكان وبقت جزء من حياتي اللي انا عمال ايه اهري وانكت بلغتنا العاميه او عقلي عمال يبروسس الفكره دي دي اند نايت انا تهنت وبعدين الفكره مش هتطلع عليا الناس يقول لي انت عادي يعني من المسيحيتين لا انا مش مسيح انا مش المسيح انا تهنت. هو قفل وبص على حاجه معينه واصبحت الحاجه دي مسيطر. قبل ما نطلع لتفاصيل في النقطه دي بس عايز اقول لكم ان الشيطان من حقه يرمي الفكره لكن لا يستطيع ان هو يزرعها في دماغك. والاباء قالوا عليها تفسير كده قال لك احنا لا نمنع العصافير انها تطير حوالينا محدش يقدر يمنعها دي الافكار لكن لو الاستاذ العصفور حب يبني النست بتاعه وجاب قش وابتدى يقعد على دماغي وانا سبته يبقى انا اللي وافقت لكن انا ممكن اعمل كده اقول له امشي لكن ما اقدرش اقول لهم ما تطيروش هيفضلوا يطيروا. طب هل ممكن كاهن على المسبح يتحارب باي فكره؟ مش تنير فكره في اي وقت لاي حد ايا كان مستواه لكن الانسان المتدرب روحيا يرفض الفكره دي. فاول خطوه انا هناخد الخطوات اللي هي ايه من الاسهل للاصعب ان انا ما تحاربش باي فكره تسيطر عليا ايا كانت هذه الفكره
ان انا بدري الاباء بيقول لك كده ان كشف الافكار يحرقها. كشف الفكر، اكشف الفكره دي لاب اعترافي، اكشف الفكره دي لمرشدي الروحي، اكشفها لحد من الناس قريبين مني. كشف الفكره وما سيبهاش تقعد تتقلب في دماغي لغايه لما تسيطر عليا، بيبقى من السهل جدا في الفتره الاولانيه ان انا ايه اخلص منها. ازاي نتعامل معاها؟ انا هخليها في العلاج في الاخر، بس الفكره كلها انا بتعامل مع الموقف اللي حصل لي ده ازاي. لان لو سبته ما تعالجش، طبعا الحاجات اللي بتبقى في الطفوله والاهل ما بياخدوش بالهم بتفضل وتفضل تكبر وهي موجوده جوه الشخص وعامله له تروما، تعبان محتاج انها حد يروح يطلعها، حد يروح يطلع هذه المشكله. لكن انا لما تجيلي فكره، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في حاجات، في نوعين من المشاكل اللي هتجيلي واللي عندي. اوكي، اللي عندي هاجل الكلام عليها شويه، انا بتعامل دلوقتي مع اللي هيجيلي وبعدين اشوف هتعامل ازاي مع اللي عندي. اللي هيجيلي كل ما تجيلي فكره بدري محتاج ان انا اتخلص منها بدري، مش قادر عليها اكشفها، واكشفها مع حد موثوق منه عشان يقدر ان هو ما يثبتش الفكره دي في دماغي. انا الاقي ساعات ايه اختيتي يعني زوجات قاعدين مع بعض، ده جوزي عمل كذا عمل كذا، لا دي تبقى كذا وكذا، او الرجال او العكس يعني، انا بس ما اقصدش الستات او الرجال، ويعملوا ايه بيثبتوا الفكره لبعض، فيحصل انهم ايه بدل ما هي كانت مقتنعه ان الموضوع فيه مشكله بنسبه 5% الشخص اللي معاها عملها لها ايه 100%. وبالتالي ما هو ما كل الناس بتقول يبقى انا عندي حق. ويبتدي بقى ايه اخطر حاجه يا جماعه مع الاطفال او مع الكبار، وابتدي اطلع كده فلاج احمر ان انا ابتدي ما نمش بسبب الفكره، الفكره دي بتصحيني وشغاله في دماغي واقوم من النوم عليها وانام عليها تاني، ده بدايه الخطر. يعني عايز اقول كده وات از ذا ريد فلاج للاكتئاب لما ابتدي ما نمش بسبب الفكر ده، مش لسه ما جاش بس احنا بقول ده الريد فلاج، ده الاكس راي اللي ورتني ان في حاجه خطر، ان انا عمال ايه الموضوع مش عمال يعمل ما بينامنيش. واخطر حاجه تدستروي ال الكيميكلز كومباينيشن اللي موجوده في جسمنا دي لما ما ننامش. ليه؟ لان هقول لكم في نوعين من الهرمونز بتفرزوا في الجسم، نوع بيتفرز قبل ما ننام بساعتين عشان يرخي كل الهايبر فانكشن في الجسم، بحيث ان الانسان يبتدي ايه يقل، لان في فانكشن كتيره بتحصل واحنا نايمين، تصليح حاجات في الجسم وتنظيف، ومش هخش في استراحات طبيه بس بتحصل، عشان كده الجسم بيفانكشن بطريقه مختلفه واحنا نايمين، في شغل تاني بيحصل جوه، اعاده بناء الخلايا والديتوكسين وتطليع الحاجات من جسمنا وكده. فالحاجات دي بتفرز في ميعاد معين، فلما الانسان بينام يكون دخل في النوم فبتدي الفانكشن، وقبل ما يسحب ساعتين يبتدي الكورتيزول، الماده اسمها كورتيزول اللي بتفرزها الجلين اللي فوق الكدني دي، بتطلع افرازات تانية عشان تبتدي تصحصح الانسان، دي الانرجي يتحرك. يعني لما دي البتاعه دي بتبوظ ويكون الانسان كويس يبقى صاحي وقاعد على الكرسي مش عارف يقوم، مش عارف يقوم ليه، لان دي اللي بتدي الانرجي انه يتحرك، ويبقى الشخص مش شايف لغايه ما يكتشف ان هو محتاج ياخدها تابلتس او اورال. الموضوع ده هو، يبقى انا لو ابتديت اغير نظام حياتي، يعني الحاجات اللي بتخلي الكيميكالز اللي في الجسم تبوظ، تغيير نظام حياتي من المواعيد الطبيعية الى ان انا قاعد داخل السرير واخد التليفون معايا، وبدل ما انام عمال ايه اليرت نفسي ان انا عمال افليب حاجات، فاقعد لي ساعتين ثلاثة في السرير عمال اقلب في التليفون، ده بيعمل ايه؟ بيبوش اليرت باك لدماغي، مع ان في الوقت ده ان انا المفروض اكون نايم، وبعدين اجي الصبح الماده دي تطلع بس انا لسه ما لحقتش انام، فبقوم تعبان ومش عارف انا تعبان من ايه، ويبتدي الانسان يخش في لخبطه في كيماويات جسمه بتساعد على الاكتئاب. ودرسوا في الدراسه اللي انا حكلمتكم فيها على الاولاد، انا قلت لكم مش هكلمكم على الاولاد كتير بس عشان تبقوا عارفين ايه اللي اتغير، ان الاولاد يبقوا 63%. هل الجينات بتاعت الناس اتضربت فجاه؟ قالوا لا، ما حصلش. طب حروب الشيطان، ما الشيطان بيحارب الناس بالافكار من دي وان. طب ايه اللي اتغير؟ ابتدوا يدوروا، لقوا ايه اللي دخل جديد على الحاجات اللي العيال السكرينز، لقوا ان السكرينز هي الكوزينج
الاساسي في الدراسه دي، دراستي معموله في امريكا هنا، لان العيال تكتئب. ليه بقى؟ الاطفال والبني ادمين مخلوقين علشان ينتر اكت. فلما نقعد احنا مع بعض كده، فاكيد لما كنا نقعد على الزوم الناس متضايقه، طب ما هو نفس الكلام ونفس، لا احنا عايزين نقعد مع بعض ونهزر، ورامز يوزع الشوكولاته، ومش عارف الشباب يخبطوا بعض بالكتف. الانتر اكشنز دي بتعمل حاجه، نوع من الحميميه او الحسيس جوه الناس، ان في ناس بتحبني وانا بحبهم، في ناس بنتعامل مع بعض، الخبطه اللي عليه خبطوها لبعض مع بعض، التاتشز دي بتخلي الجسم عايش في الحياه الطبيعيه اللي ربنا خلقه بيها. وبالتالي الحركه بتاعتهم دي بتعمل لهم نوع من ريليفنج للكيميكلز في دماغهم، ومترجمه بطريقه صح ان هو بيتحرك وبيجري وبيتعلم. هو بقى بيقعد، الناس اللي يعرفهم كلهم فيرتشوال مش حقيقيين، فهو مشغول مع الناس. يعني هم قالوا التايتل العزله، هو مشغول مع الناس مش في عزله، لكنه حقيقه هو في عزله لانه عايش فيرتشوال، مفيش كل الانتر اكشنز دي. فلما بيعوز حد يقف جنبه هو مش شايفه، مش لاقيه. وبالتالي الاكتئاب في السن الصغير، وعايز اقول لكم انا شفته كتير جدا جدا مع اولاد صغيرين هنا، ومعظمهم ادكتد للسوشيال ميديا، بيدمر طريقه تفكيرهم وحاجات كتير جدا في دماغهم، بسبب انهم اتحرموا من عشان كده نسبه الاكتئاب زادت في كوفيد. ليه؟ لان العيال ما قعدتش مع اهاليها تلعب، العيال كل واحد قاعد في اوضته وطلع. احنا ليه زهقنا من الزوم؟ مش لان الزوم بيقدم كونتنتس مختلف، دي حاجه جميله جدا ان احنا بدل ما ننزل كل مره، بس احنا وي ميست الانتر اكشن. كل دي حاجات علميه، كل الحاجات دي زودت الاكتئاب. طب ايه علاقه ده بالاكتئاب؟ لان جسمنا بيرياكت كيميكالي مع الانتر اكشنز، فاكوردنجلي بيحصل ايه؟ ان الواحد بيبقى خرج، لما يقول لك اخرج غير جو، اخرج اقعد في الهواء، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في جسمي لما بخرج غير جو، غير لما محبوس في اربع حيطان؟ ان جسمي بيريليف 13 كيميكلز بتخليني ان انا فرحان. فانا كل ما اقعد في حته مقفوله واقفل على نفسي. حاجه تانية اتكلموا عليها، نوع الاكل. الجانك فود من الحاجات اللي اقولها مع العيال، يعني ان كثره الجانك فود اللي ما فيهوش حاجات بتفيد الجسم برضو لخبطت كيميكلز اللي في الجسم، فخلت الانسان ممكن من احد الاسباب ان هو تصيب. فقال لك الاكل الصحي يساعد على ان الصحه النفسيه، النوم في المواعيد المظبوطه يساعد على، احنا كنا بنتكلم على برو اكتف ما سكناش في العلاج، بيساعد ان الانسان يحافظ على صحته النفسيه. الانتر اكشن مع الناس بيساعد، تقليل السوشيال ميديا والقعاد قدام السكرين، عدم تغيير مواعيد النوم، كل الحاجات دي فيري امبورتنت للانسان انه يافويد ان يجيله اكتئاب. الظروف اللي بيتعرض لها الانسان، كان في كتاب كده قريته كان بيتكلم ان احنا ايه، احنا بيحصل في حياتنا approximately 5% actions مالناش اختيار فيها، وال 95% is our reaction للحاجه دي. بمعنى اقول لكم القصه اللي كاتبينها في الكتاب، بيقول لك ان كانوا جايبين اب وام، ما اعرفش حكيتها لكم ولا قبل كده، اب وام عندهم اربع اولاد، والاب بيشتغل بزنس ديفلوبمنت مانجر في شركه كبيره، والام بتشتغل مدرسه في مدرسه، والباص بيجي عليهم او الاب بيوصل ولدين ثلاثه، فصحي الصبح كله بقى ايه رش عشان التايمينج وتنزيل الاولاد وتطلع الاولاد في امريكا هنا، وبعدين الام محضره الدرينكس للاولاد، فالكوبايه محطوطه على الطرف، فالبنت بتلف راح تخبط الكوبايه، بابا نازل راح توقع على هدوم بابا اللي راح يعمل بيها البرزنتيشن، اللي عندهم سيلز اللي مش عارف ايه اللي بكذا مليون، اللي معاده بعد ساعه الا ربع، وكون هيوصل البنت في ربع ساعه. فحصل ايه؟ حصل بانيك لغايه كده. دي ال 5% يعني حاجه حصلت احنا ملناش دعوه، يعني ملناش سيطره عليها، وي هاف نو كنترول. الاب اتنرفز، انت كل مره بتحطي الكوبايه باهمال على الطرف، الام اتنرفزت، هو انت مش حاسس بيا ودريان بتعبي بالاربع عيال؟ الاب راح مزعق، راح رامي الحاجه في الارض، العيال صرخوا، العيال دخلوا فوق، الباص عدى، اضطر يوصلهم هو في المدرسه، طلع غير هدومه، العيال وصلت متاخر، راحت عليه البرزنتيشن، والدنيا كلها باظت. سيم سيناريو، كوبايه وقعت، نزلت على البنطلون،
الاب اتضايق وبعدين طلع جري غير البدله نزل 4 minutes later كان حاطط العيال في العربيه كل واحد لحق ميعاده. يبقى الموقف حصل تفاعلي مع الموقف هو اللي حدد ال 95% في حياتي. وعلى فكره ده ابليكابل معانا كلنا، وجزء كبير جدا من اللي بيحصل لنا في اكتئابنا هو تعاملي وطريقه تفكيري مع الموقف، الحاجه دي تمثل ليا قد ايه. وهو هنا الحقيقه اتدخل الحياه الروحيه مع الحياه النفسيه، لان ده احنا بنتكلم في البدايات مش بنتكلم في العلاج. العلاج هما سيبرت شويه في حتت وبيتقابلوا في حتت تانيه. انا لما اتعرض لموقف وتقييمي للامور، فاكرين الكتاب المقدس اتكلم على ثلاث شخصيات، ما اعرفش كلمتكم عليهم قبل كده، قال في انسان جسداني وانسان طبيعي وانسان روحاني. اوكي، الانسان الجسداني هو تعريفه اللي هو الانسان اللي driven by his body، يعني جعان دلوقتي الساعه 12 بالليل هروح اجيب ان اوت انيمال ستايل دبل دبل وهضربه مش فارق معايا حاجه. الساعه كام الانسان الطبيعي؟ لا ده الساعه 12 بالليل، الدايت السكر المش عارف ايه الرجيم، فهاكل ابل مع حته زبادي. الانسان الروحاني هيقول هو احنا صايم ولا مش صايم، وانا عندي قداس بكره ولا لا، هو انا وضعي شكله ايه. انا بس بديكم بس عشان نفهم الفرق بين الثلاثه. الكتاب المقدس قال الانسان الطبيعي عنده منطق، عنده لوجيك، يعني هو بيتكلم بلوجيك، المشكله بيتعامل معاها بمنطق، بس قال وراها ايه؟ نفسانيه ارضيه شيطانيه. قديس بطرس قال عنها كده، في حكمه سماها حكمه لوجيك، الحكمه دي ارضيه نفسانيه. خلي بالكم كلمه نفسانيه دي عشان دي مهمه جدا. شيطانيه يعني ايه نفسانيه؟ يعني هي محورها ذاتي، وانا بتعامل مع المشكله دي انا محور المشكله. حصل فيا ايه؟ رد فعلي ايه؟ هم اهنوني، هم عملوني، انا دورت، هم جم، الامباكت علينا، بيتي، عيالي، كل القصه محورها ذات وفيها لوجيك، يعني فيها منطق، يعني ات ميك سنس. بس الكتاب المقدس حذرنا منها، قال ان في نوع منها مش كلها ارضي نفسي شيطاني، وراه شيطان عشان يدمرني. وبعدين رجع خدنا ليفل اعلى وسماه الانسان الروحاني، وقال الانسان الروحاني يحكم في كل شيء. طب ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه الفرق بين اللوجيك بتاعي واللوجيك بتاع الانسان الروحاني؟ الانسان الروحاني، بص انا هقول لكم، هي مش صعبه بس محتاجه ان احنا نعيشها عشان احنا عارفينها كلها. اللي عينه على السماء والابديه وشايف قيمه، خلي بالكم كلمه قيمه دي، قيمه اللي معاه. انا معايا في البنك مليون دولار، النهارده اتسرق مني 100 دولار، هو الاساين لاكل النهارده، تو اكشن تعمله مش هناكل ولا هتموت من جوع، شايف ايه؟ مع السلامة، انا عندي مليون دولار مش فارق معايا. انا بفكر في نفس المشكلة ازاي؟ انا معايا الابدية، حجم المشكلة دي قد ايه مقارنة باللي معايا؟ لو المنطق ده موجود جوايا انا هبقى انسان روحاني. يعني انسان روحاني؟ انا هتعامل مع المشكلة، هحطها في قد مقدارها، بس عمرها ما هتدمرني، لان انا عارف ان انا معايا كتير قوي. مين هيكسرني؟ مين يكسرني وانا زي ما كنا نتكلم النهاردة في القداس هيكل الله وروح الله ساكن جوايا؟ مين دول؟ يعني واحد لما حد يهني، ما انا يا الهي تهن من اجلي، ده اتدف على وشه، ده اتصلب، ده اتمرمط، ده اتقال عليه رئيس شياطين، ربنا مش انا شط التراب. لو موازيني الروحية موزونة صح، موازيني النفسية في معظم الأحيان بتتظبط. مش معنى كده ان انا بلغي الدكاترة النفسيين، بس عايز اقول لكم بأمانة شديدة جدا ان الانسان الروحي الذي يحيا بالروح قد لا يحتاج لدكاترة نفسيين ابدا. طب لو احتاج يروح، من كلنا بنحتاج، لكن انا اقصد لو قدرت، انا بتكلم على الافويدنس هنا، يعني البرواكتيف، ازاي ان انا امنع. لو انا عايش بفكر بوزن كل مشاكلي بميزان روحي، المشكله هيبقى حجمها على قدها، مش هتكبر. طب انا اتهنت، اوكي هنحل الموضوع ده، بس المسيح اتهان
وده مش نهاية الدنيا. وانا عندي حد. انا حصل لي مشكلة, فقدت حد, فقدت فلوس, البيت ترهن, ايا كانت المشكلة, طول ما انا حاسس ان انا عندي حاجة تانية احسن وقاعدة فور ايفر, هو ده الامبورتنت ستارت. عشان كده جامعة 3-11 ده ما نقول لكم عليه, صنع الكل حسنا في وقته, ده ربنا, ووضع الأبدية في قلبهم, وضع الأبدية في قلبهم. اسمعوا الجملة اللي جاي, التي بدونها لا يقدر الإنسان أن يفهم العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. يعني كل محور ده, مين اللي بيتكلم؟ سليمان الحكيم أحكم واحد في العالم, بيقول إن لو الأبدية اللي وضعها الله في قلبنا شفناها بجد, نقدر نفهم كل الأعمال الصالحة, صنع الله كل شيء حسنا في وقته, في وقتها, لأن إيه؟ لأن شايفين البيك بيكتشر. كل المشاكل مشكلتها أنا واقف فين من المشكلة, بيك تاور من بتوع دبي اللي في شارع الشيخ زايد, وأنا واقف تحتيهم بس ونطلع في الطيارة الهليكوبتر ونبص لفوق, يبقى علبة كبريت وبعد شوية يختفي. طب الحاجة هي هي وأنا هو هو, إيه اللي حصل؟ أنا بصص من فين؟ الإنسان الروحي يبص من مكانته, منين؟ من السماء على المشكلة, فتبقى حجمها قد كده. الإنسان الغير روحي يبص له واقف تحتيها, تبقى وحش. فاهمين الفكرة؟ أنا بس كل ده ما دخلتش في الموضوع, بس أنا بوريكوا ليه إحنا بنوصل لكده, ليه بنوصل للمرحلة دي, لأن أنا ببص لها بمنظور طبيعي. ما هو ما فيش خطية بس طبيعي. المسيح فهمنا ان في شخصية تانية اسمها شخصية روحانية اعلى من الانسان الطبيعي, واحلانا المنطق الطبيعي يكون ايه؟ حكمة ارضية نفسانية شيطانية ورا شيطان. يعني شيطان محمسني ورا حاجة اتميكسنس, ما هو قولوا ابونا قول لهم انا اتهنت اهو, ايه رأيك في البدلة اللي بتحصل لي دي؟ ما تشوف عملوا فيا ايه, ده عملوا كذا وكذا وكذا, اتميكسنس, انا خلاص, انا ما قدميش غير ان انا انتقم منهم, ما قدميش غير ان انا اعمل كذا. حكمة اتميك سنس, احنا بدلنا, بس انا بصص لها منين؟ من تحتيها, مش بعين المسيح. طب عين المسيح هيسيبنا نتلطش؟ اجابة السؤال ده مختلفة من شخص لشخص على قدر احتمالك, لانكم تعطونا في تلك الساعة ما تجاوبون به. يعني انا مش هسيبكم تحتملوا فوق طاقتكم. لو انا مصدق بايمان أن الذين معنا أكثر من الذين علينا, هقدر أواجه أي مشكلة. عشان كده البابا شنودة كان بيقول إيه؟ الضيقة هي إيه فاكرين؟ هي مضاق القلب على احتمالها. إن الضيقة تبقى ضيقة إمتى؟ لما أنا قلبي يبقى مش قادر يستحملها, مش هي الكبيرة, لأن أنا لو قلبي عايش في المسيح فيش ولا ضيقة تفرق. أنا كل ده بكلمكم في حاجة واحدة, عشان هنتكلم عن العقل صح؟ changing of mindset. اول ديفنس وول لاي اكتئاب هو تغيير طريقه التفكير. اهم نقطه على فكره الموضوع ده ممكن نعمل فيه مؤتمر نقعد 20 يوم, يعني انا بكلمكم بس على نقطه واحده علشان هي دي ايه اول حيطه اقدر ازق بيها حاجه بره الفكره وهي لسه طايره, بقوم طاردها وملهاش جذور, والشيطان هاف نو باور انه ينسرت فكره ويزرعها في دماغك, هو طيرها بس كده. اول ما انت تلقطها يقول لك تعالى انت بتاعي, العب بقى بيك, ياخدك ويلف ولففك. طيب افرض انا دخلت في اللفه, ما تستناش, اب اعترافي, مرشد الروحي ما استريحتش, الناس قريبين مني ما استريحتش, يبقى دكتور, ما سيبش نفسي ادخل لغايه لما توصلني الى انا في حته مش عارف اطلع منها. always the early the better. طب انا في ناس بتقول لي طب الناس هتقول عليا ايه؟ قلت لهم انا شخصيا رحت قبل كده لدكاتره نفسيين, في اجتماع الخدام بيجيبوا لنا, في اجتماع الكهنه بيجيبوا لنا دكاتره نفسيين, هو ده معنى كده ان احنا مجانين؟ ده كلام فاضي. يعني مين قال كده؟ الدكتور النفسي يا اما بيوضح لك المشكله خليك تشوفها من منظار تاني, يا اما لو انا عندي خلل في الكيميكلز اللي موجوده في جسمي بيديني دواء يساعدني على الخلل ده, ايا كانت هذه الحاجه. بس احنا بنتكلم في الاكتئاب بس, ما بنتكلمش في اي ميس فانكشن تاني, فاهمني؟
قديس بولس الرسول اتكلم عن الحته دي مره. فاكرين الراجل الزاني بتاع كورنثوس اللي هو قطعوه من الكنيسه؟ رجع قال ايه؟ مكنوا له المحبه لالا يبتلع من الحزن المفرط. في حاجه اسمها الحزن المفرط، والحزن المفرط ده خطر لانه يبتلع الانسان. ممكن يكون الحزن ده سببه اني انا حطيت كل حياتي في هذه الدايرة الصغيرة اللي عاملة لي حزن وما شفتش البيك بيكتشر. بس خلي بالكوا احنا مسيحيين المفروض ما يكونش لينا حزن كالباقين. لينا حزن، ما هنقول لك مكتئبين في كل شيء لكن غير متروكين. احنا عندنا حزن بس احنا مش متروكين. لا تحزنوا كالباقين الذين ليس لهم رجاء. يعني ايه رجاء؟ هي ابدي. انا خسرت ايه على الارض؟ انا بقولها دايما للولاد بتوع جونيور هاي وثانوي، اقول لهم مين شاطر في الماس؟ انا قلت لكم قبل كده. طيب what is 100 divided by infinity؟ المهندسين اللي هنا فين؟ what is 100 divided by infinity؟ شكلهم ما خدوش هندسه. ايوه ايوه كده زيرو. او اي رقم مقسوم على انفينيتي. يعني انا لو عندي 100 برتقانه زي العيال الصغيرين، بصوا يا اولاد لو عندنا 100 برتقانه نعمل فيهم، عايزين نوزعهم على العالم كله، كل واحد ياخد ايه؟ nothing، لان احنا مقطعها رفيع قوي قوي ما حدش ياخد منها حاجه. حياتنا كلها مهما طالت او صغلت هنعيش 100 سنه، ما هنعيش 100 سنه، ناخد 150 سنة. اي رقم هتحطه على الابديه هيتلاشى. لو انا بقى قدرت، يعني هو الحته بقى القي، ان انا لو انا مؤمن وعايش الحته دي اي مشكله هجرميها في المعادله دي. انا عندي خط كده فوق وتحتيه كلمه ما لا نهايه اللي هي شيلها واكتب الابديه. حط هنا خسرت فلوس على ما لا نهايه زيرو، خسرت بيت على ما لا نهايه زيرو، خسرت كرامه على ما لا نهايه زيرو. ما هو ما لا نهايه دي ايه؟ مش ما لا نهايه دي معناها حياه ابديه فرحه فيها كل حاجه تسعدني. يبقى انا ليه احزن على حاجه مؤقته؟ لو ده في عقلي، يعني لما بتيجي تتكلم مع الاولاد بتوع ثانوي وجامعه يقول لك ايه؟ ابونا اي دونت هاف ا لايف. قول له ديفايند لايف. مره ولد جالي الاسبوع اللي فات دول، انا عدى عليا حاجه كده جميله كان ليها علاقه باللي احنا بنفكر فيه اليومين دول. ولد جه قال لي صغير، قال لي انا كل ما عاوز حاجه وبعدين اخدها ما تلاقيهاش بتفرحني، فدور على حاجه ثانيه واخدها اللي مش فرحني. وكنت بزول ناس متجوزين بقالهم كذا سنه يعني عندهم اولاد، قالوا لي نفس الجمله بس بطريقه مختلفه. قالوا كل ما نحط مايلستون في حياتنا، عاوزين نجيب بيت حلو، نجيب البيت ونجري وراه ونتعب وفي الاخر جالنا البيت مش حاسين بحاجه. كان نفسي اجيب عربيه مش عارف عامله ازاي، جبت العربيه وبرده مش حاسه بحاجه. فانا افتكرت بقى ايه سيد المسيح وقعد مع السامري، من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. شفت الايه وهي بتتكلم؟ شفت الايه وهي بتتكلم؟ الماء الذي انا اعطيه اللي بيشرب منه ما يعطش تاني. وروح قدس احنا اليومين دول بنتكلم عليه. احنا don't underestimate اللي ربنا عمله منها. عارفين النهارده الكنيسه كانت بتسميه ايه؟ عيد الاعياد، the feast of the whole feast. عيد الاعياد ايه ده؟ مش عيد القيامه؟ مش الجمعه العظيمه؟ لا، كانوا بيسموا النهارده عيد الاعياد. ليه؟ لان كل نتيجه كل اللي عمله السيد المسيح من يوم ما اتولد وحياته التبشيريه ومعجزاته وصلبه وقيامته وصعوده، الهديه ايه بقى؟ هو النهارده الروح القدس اللي ساكن جوانا، لان ما كانش ينفع يسكن جوانا طول ما احنا كنا في الخطيه. النهارده نقدر نقول له يا بابا اللي في السماء، بابا ما احنا صرنا. اريد ان هؤلاء يكونوا واحد كما نحن. انا واقف قدام الايه دي صدقوني ومش فاهمها، يعني تتشرح ازاي دي؟ المسيح الابن، اكنوم الابن، يكلم الاب في يوحنا 17 عني وعنك وعنه وعن كل واحد، يقول اريد ان عم مارك ده يكون واحد زي انا وانت. يعني ايه يا رب؟ يعني انت والاب، انا ابقى واحد زيك انت والاب؟ ايه ده؟ ما انت مش فاهم يا عم مارك ان الموضوع ده هو هدية المسيح للكنيسة، رجعها تاني لحضن الاب.
بعد ده مشكلة تقف عندك حاجة فيها مية. مشكلة ايه اللي ممكن تقف قدامي؟ يعني ايه المشكلة اللي ممكن انا تهدني او تحطمني او تكسر نفسي او تكسر نفسيتي او تخليني مكتئب وانا بقيت واحد انا مش عارف اقولها مع الاب؟ يعني نقعد كده نسرح من هنا لغايه ما نوصل للابديه. يعني انا قعدت افكر فيها مره ووقفت التفكير لاني ما قدرتش اوصل لحاجه. يعني ايه انا اصير واحد مع الاب زي ما الابن واحد مع الاب؟ حاجه لا تنتهي. عشان كده هي اسمها الحياه الابديه. هي دي الحياه الابديه. طب الحياه الابديه هتبتدي فين؟ لما نموت؟ لا، هنا. ما احنا اخدنا الروح القدس ده جوانا. طب الروح القدس جوانا ده مش شغال ليه؟ احنا مكتئبين ليه؟ عشان احنا طافينه. احنا طافينه. يعني انا من وجهة نظري البسيطة جدا ان احنا كلنا ممكن ما يكونش عندنا اي نوع من الامراض النفسية لو قدرنا نقيم يعني ندرك جوانا بإيمان وثقة النعمة اللي احنا عايشين فيه. أنا ابن الملك بالحقيقة، يسكن فيا روح الله، وبقى خلاني أقول له يا بابا بدل ما أقول له يا رب، وجهز لي مكان في السماء وقال لي أنت هتبقى موجود في السماء مع الملائكة تحيا حياة معي إلى الأبد. أكتئب إزاي بعد كده؟ ازاي الواحد؟ عشان كده انا بكلم كله على ايه؟ changing of mindset. انا قاعد بفكر في ايه؟ مفتاح الموضوع الاولاني انا قاعد بقلب في دماغي ايه؟ في ناس يقول لك ايه؟ اصل انا فشلت طول حياتي، انا عشت وكان نفسي اشتغل حاجات معينه ولا حلم من حلم اتحقق ولا حاجه اتعملت. I want to have a life. I didn't have a life. Which life؟ الزيرو؟ انا بكتئب عشان الزيرو ومش بفكر في الملا نهايه. طب بلاش المنطق الروح، المنطق الماثيماتيك، المنطق العالمي. انا حزنان ومكتئب على حاجه عارف ان اخرتها زيرو، وعندي حاجه ضامنها ده كل اللي المفروض بس اقول له يا رب اغفر له، تعال ابني خش السماء، مش اكتر من كده، وارجع اكتئب. طب اكتئب ليه؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ يعني الواحد يصعب عليه ربنا، مع ان الكلمه دي غلط، يعني قال لهم ماذا افعل لكرمي ولم افعل؟ طب قولوا لي اعمل ايه تاني عشان تصدقوا ان انا بحبكم وانا ما عملتوش وانا هعمله. حد يقول لي اعمل لكم ايه تاني؟ بيقولوا لنا كده ربنا. ليه مش فرحانين؟ ليه حزانة؟ ليه مكتئبين؟ في حاجات بتكئب في الحياه او حاجات بتزعلنا، لكن لازم نعطيها حجمها. الطريقه الوحيده نعطيها حجمها لما نقسمها على الملانهايه، مش حل تاني. ايه هي الحاجه دي؟ قيمتها ايه؟ ضيعت من عمري 5 سنين على الفاضي على ما لا نهايه، زيرو معايا السما. خسرت تعب وشقى عمري كله على ما لا نهايه، زيرو. لكن انا لو قلت كله حياتي وقلت حياتي هي الارض، فنحن اشقى جميع الناس. انا اشقى جميع الناس، لان الاولاد بيقولوا لي احنا كده وي ويل نوت هاف ا لايف. بقول له طب ديفايند لايف هنا؟ اوكي تعالى ناخد اي سيناريو، في الاخر شوية تراب والناس هيمشوا عليك. This is what your life that you want. يعني التراب اللي ماشي ده كانوا ناس في يوم من الايام. هو ده اللي انت عايزه؟ يعني هو ده اللايف اللي انت you are running after، ان احنا في الاخر وتخلص كده؟ This is not the life. يبقى انت defining life غلط. This is why you feel you don't have a life. لان احنا دي مش حياتنا. المايندسيت ده لما يدخل جوه دماغنا يبتدي ايه؟ تعاملنا مع المواقف يتغير، المشاكل الكبيره تصغر، الحاجات اللي بتضايقنا هتضايقنا بس مش هتوصلنا للاكتئاب. هنحزن، المسيح بكى على العازر، هو هيقومه كمان 5 دقايق، وبكى على البشريه ممثله في العازر، هو عارف انه هينقذها تاني يوم. لكن دي مشاعر، مشاعر حزننا ربنا مش بيقول لنا عليها دي حاجه غلط، ان هو اللي حطها جوانا. لكن ايه؟ ان احنا نحول الموقف اللي مضايقني انه يكئبني، هنا دخلنا بقى في خطيه. قلنا في حاجات منها بتكون اسبابها مرضيه انا ماليش دعوه فيها، وفي حاجات تانية بتكون اسبابها انا اللي جبتها لنفسي لاني دخلت نفسي في لوب من ان انا من الياس. خلي بالكم الياس احد
الأزرع القوية جدا للاكتئاب. يعني ان انا يائس من الموضوع يتحل، مش هتتحل، صورتي مش هتتصلح، اللي كسر مش هتجاب، اصل اللي مش عارف ايه، والجمل بقى اللي هي بتاعت اليأس كلها، اصل المشاعر ما بتتشحتش، اصل اللي مش عارف ايه ما بتتطلبش، وكلها الجمل اللي هي اللي ايه اللي احنا وخلاص يا جماعة طب ايه، ما خلاص الموضوع منتهى، ايه اللي انتهى؟ مفيش حاجة انتهت. فاحنا بندخل نفسنا في ايه، بنقفل. اول ما نلاقي نفسنا قافلين اعرف ان انا داخل في حتة غلط. I have to open my mind. open mind مين؟ للكتاب المقدس. مخرجنا الوحيد عشان يعمل الروح القدس فينا هو ان احنا نحفظ ونحب ونعيش كلمة ربنا. نحفظ، نحفظ يعني نعرف، نعرفها، مش لازم نحفظها بالنص، نحبها يعني نقبلها نؤمن بيها ونعيشها يعني نطبقها في حياتنا. لو ده عملناه صدقوني انا من وجهة نظري مش هيبقى عندنا حاجة اسمها اكتئاب، لان كل حاجة لها رد، كل حاجة لها رد. عند عايز ايه تاني غير ما يكون عندك ضمان لمستقبلك؟ انا جايب هنا وامريكا عشان اضمن مستقبل ولادي. طب انا بقى لما بقول لك ان في المسيح ضامن لك مستقبل ولادك ومستقبلك فور ايفر، ده هنا النهارده في شغل بكره مشوني، بعده في شغل بكره مش عارف اعمل، وبعدين الضرايب زادت والبنزين غلي وده راح والحياه ايه فلكتويتنج. مع المسيح لا، كل ده احنا مش بنفكر فيه ونرجع نقول له ايه، طيب ليه انت ما رقتنيش بكره، وليه المشكله دي ما حصلتش، وليه انا ما اشتغلتش كل الوقت ده، وليه ما اشتغلتش في الكارير بتاعي، وليه مش عارف ايه اللي حصل هنا، وافضل ادخل نفسي في حتت. طيب ليه 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 عامل ليميتيشن لحياتي من غير ما ابص للبيج بيكتشر؟ ما لهاش مخرج غير البيج بيكتشر. حاجات تانية، العزله، العزله، الواحد اللي هو بيبتدي يقعد لوحده علامات من علامات الاكتئاب. طبعا الحاجات اللي انت قلتوها كلها بتساعد على الاكتئاب. المقارنات بتساعد على الاكتئاب. بص هما جابوا بيت شكله ايه واحنا بيتنا عامل ازاي، بص عربيتهم عامله ازاي، بص عيالهم بيلبسين ايه وانا لابس ايه، بص الشنطه، بص الساعه، بص انتوا عارفين القصه دي صح، ان احنا عمالين انه نعمل مقارنات. ده المقارنات دلوقتي بتبقى على السوشيال ميديا، ده ايه بص منزل مراته تهنئه عامله ازاي على انا اختي، انا هقول حاجه بس ما تزعلوش مني، انا بستغرب جدا ان احنا ساعات يعني بنخلي الموضوع ده هو حياتنا، وان اللايف بتاعتنا ان انا نط يعني ممكن اكون قديم يعني، بس انا ما بعرفش يعني ايه اعبر مشاعري لحد قريب مني على السوشيال ميديا. وبعدين الناس بقى ايه يقارنوا بعض، بصوا جاب لها ايه يا جماعه ده كله وهم، كله في الفيرتشوال، ونلاقي نفسنا دخلنا في حتت ومقارنات، وبعدين يبتدي ايه محاربات، وتلاقي ناس زعلانه ومكتئبه من سوشيال ميديا. اقول لهم يا جماعه ده عندي حل جميل جدا، اديت ديليت، راحت خلصت خلاص، بس راحت السوشيال ميديا بكل اللي جواه. بص بنوصل لايه، كلها ترابس. فتلاقي ناس حياتهم مكتئبين بسبب بوستات واتخانقوا مع بعض، وبص رد عليه اصلا، بص I can read between the lines، في ناس كده بص كاتبين ايه، ما انا كنت معاهم امبارح مش عارف فين، وده كومنتس عشان يوصل لمين، في يا جماعه في ايه؟ وبعدين الناس بقى تكتئب من الوهم، والوهم يردوا بقى بالوهم بوهم تاني، وبص تلاقي ناس دخلت في دايرات. عشان كده الارتفاع فوق مستوى الحاجات دي بيقلل جدا، كل ما نرتبط بالارض وكل ما عليها كل ما يزداد الاكتئاب والحزن، كل ما نرتبط بالسمائيات كل ما يقل الاكتئاب والحزن. البيوت المكسورة والخناقات في البيوت والانفصال one of the criteria اللي قالوا عليها بتعمل depression للبيرنتس وللعيال. انا دايما عندي كده قول مشهور ان لما عايزين تتخانقوا ادخل مخدعك واغلق بابك ولطشوا في بعض براحتكم، وبعدين اطلعوا متعورين، ايه يا ولاد ده احنا كنا بنلعب ميك اب حاطين مش عارف ايه، العيال ما يدروش بحاجه. انما انا بقولها لكم عشان تفتكروها، هتتخانقوا قدام اولادكم بتطلعوا اطفال مدمرين نفسيا، وخصوصا لما الخناقه توصل لايه احنا خلاص لازم ننفصل، والولد يسمع العيال بيجي يقولوا لي كلام لو سمعتوه هيصعب عليكم تقولوا الكلام ده تاني قدامهم، بتقتلوهم لو حد بيعمل كده، بعد الشر عليكم يعني، بس بقول لكم لما الكلام ده بيتسمع من العيال بتقتلوهم، لان اخر حائط صد
امان للولد والبنت هو بابا وماما، فلما يقوم بيتكسروا هو من جوه بيتكسر، فيسكت ويبرق ويخاف ويبتدي عاوز ينسى، فيدخل جوه السوشيال ميديا او يدخل مع اصحابه او يطلعه يدور على اي حاجه تطلع له كيميكال ريليس في دماغه عشان ينسى البريشر اللي هو اتحط فيه، ويبقى دخلنا بقى في سكك مش كويسه. طيب ايه تاني؟ قلنا قله النوم، ان احنا يعني نلجا لهلب او ان احنا نتكلم اصلا مع بعض، يعني نشار، يعني ما اعرفش، بس اكيد يعني انا عن نفسي انا بيجي لي ايام في اوقات ممكن حاجه حصلت في الشغل it stressed me so much، يعني في اكزامبلات زي اللي قلتها، موضوع كوبايه المايه اللي اتدلقت، maybe احنا بقينا خلاص عارفين نكوب مع الحاجات دي وخلاص it's not something significant، بس ممكن الحاجات اللي هي مثلا بتاثر فينا من ناحيه المسؤوليه مثلا زي الشغل، لو الواحد حس بتهديد في شغله، حس بحاجة مهدداه فاينانشلي أو كده، ساعات دي حاجة بتهزنا، فأنا ممكن أقعد فعلاً ليلة مش عارفة نام، أنا حاسة ممكن إيه ده، أنا ممكن أخسر شغلي، بس بحس إن الحاجة اللي بتجراوند الواحد إنه لما بروح مثلاً أكلم مع رامز أحكي معاه أقول له أنا حصل معايا كذا أو مش عارفة إيه، أو أنا معرفتش أنام، هو بيبقى عارف المشكلة أوريدي من الأول، أنا يعني بحكي له، بس ببقى ساعتها اتسرد فلاج بالنسبه لي، ايه ده كوكي انت ما عرفتيش تنامي النهارده عشان الموضوع ده قلقك للدرجه انك مش قادره تنامي، فبتخليك تركز ان لا I need to deal with it لان I'm not gonna have it. النقطه دي very important، يعني احذروا من ان حاجه تقعدكم كذا يوم ورا بعض ما تناموش، don't wait، لان بد يعني الناس كلها اللي حصلها مشاكل نفسيه سيفير قعدوا دخلوا في الحته دي باسابيع لان المشكله محوطه وعقله عمال يدور على حلول، ما بينامش وما بينامش وما بينامش وما بينامش وما بينامش، بيحصل له منتال ديس اوردر، بتبقى مشاكل فيري سيريس فيري سيريس، وشفتها في ناس كبار وشفتها في شباب صغيرين، وشفت مراحلها، يعني انا شفتها وهم بيمروا بيها في مراحلها لغايه لما وصلنا كده. دونت ويت بليز، زي ما انت بتقولي كوكي، دو نوت ويت ان ان انك تسيب الفكره تسيطر عليك، يعني دي ممكن تدمر قديسين. سوري يعني لا، انا الحاجه اللي خلتني اقول قدس كده ان كل الحاجات النيجاتيف اللي قدسك قلتها ات ا سيرتن بوينت احنا اي ثينك ان كلنا بنعدي بيها، ومش غلط ان احنا نعدي بيها، بس الغلط ان نتمادى فيها، بمعنى ازاي نتعامل معاها. يعني الحزن نفسه، فكره الحزن لو حاجه حصلت ضايقتني، سواء كلمه حد قالها لي ضايقتني، سواء موقف اتحطيت فيه ضايقني، بابا يسوع نفسه لما كان رايح عارف انه هيموت وعارف انه راح وعيط لرب، يعني عيط وصلى وقال يا رب إن يعني اردت ان تجوز عني هذه الكأس، بس لتكن لا ارادتي بل ارادتك، هو نفسه ضعف وقت، يعني احنا بني ادمين وي هاف، احنا على صورته، فاحنا وي هاف هيز، يعني على قد ما عندنا قوته عندنا برضو الضعف اللي في اوقات بنحس ان احنا مهزوزين موجوعين مضغوطين، بس عندنا الرجاء اللي فيه برضو اللي بيقدر يخلينا نقوم تاني. ف the reason maybe I'm pointing that out ان انا ما كنتش يعني انا يعني حاسه قوي بالكلام اللي قدسك بتقوله من ناحيه انه we have to be positive بس we have to برضو accept ان even when we are negative or we are weak that's normal and that's part of us being human beings and just ان احنا نفتكر سواء بسبورت سيستم زي ما قدسك قلت نروح لابونا نروح لحد بنحبه، انا بتكلم مع رامز يعني اقرب حد ليا، يعني كل واحد فينا ليه السيف هيفن بتاعه اللي بيروح يتكلم، عارف ان الشخص ده فعلا في قلبه مصلحته بيفوقه، لما احنا برضو البنات very emotional فلما مثلا حاجه بتحصل بنحس انها بتضربنا في جوانا، الولاد شويه عنده حته عمليين بالظبط عمليين عننا، فدي نقطه قوه بالنسبه لهم، فان انا احكي لرامز مثلا لجوزي لاخويا لحد انا مش سيم سكس يعني بنفس مشاكلي ونفس مشاعري، الامباثي حلوه بس الامباثي ممكن تغرقني، لان ممكن تحس لو رحت احكي لبنت المشكله هتيجي زي ما انت قلت كانت عندي 5% بقت 100%، لكن لما ممكن ان انا اروح فعلا للشخص الصح يادرس الايشو بتاعتي
بتغير المفهوم بتاعي, بتغير my own perspective للحاجة, فبتفوقني إيه ده كوكي. لا فعلا الموضوع ما ربنا وقف معنا في كذا موقف قبل كده وكان أقل, كان معنا أقل من كده. يعني الواحد بيبتدي إيه ده, لا في حد بيفوقك يقولك لا اللي انت you're going في الراوت ده مش صح. دي نقطة مهمة جدا. يعني أنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو ما يؤدي عشان حتة رامز دي عشان أيوه. بصوا اللي احنا اتكلمنا فيه قلنا ده ستارتنج, ده بيحصل لكل الناس. هنتعامل معاه ازاي هو اللي هيحدد هنقدر نعدي من المشكله زي ما انت قلتي ولا المشكله هتكبر جوانا. بص القديس بولس بيقول لنا ايه, فرحينا في الرجاء. يعني احنا هنقدر الرجاء. خلي بالكم لما بولس الرسول اتكلم على الثلاثه بيلر الكبار في حياتنا بتاعت, قال لك ايه, الايمان والرجاء والمحبه, هذه الثلاثه ولكن اعظمهم المحبه. الايمان كلنا بنتكلم عنه all the time, والمحبه فاهمينها كويس. الرجاء ده ممكن يدخل السماء لوحده. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي عنده رجاء في ابديته وحتى لو هو عمال يجاهد في الخطيه لكن عمره ما بيجيف اب يدخله السماء. رجاء ان انا مصدق ان في حياه ابديه وان حتى لو خسرت حاجات على الارض. فكلمه شكلها قال ايه, انتوا فرحين في رجائكم, لان كلمه الرجاء دي اللي هو ثقتي باللي هو جاي اللي انا مش شايفه هتوصلني ان انا ايه, هكون صابرين في الضيق مواظبين على الصلاه. يعني الايه دي اللي قلت لكم في الاول, قلت لكم ان هي هتكون ساعدنا في الحلول الروحيه قبل ما نخش في بقيه الحلول. فرحين في الرجاء, يعني الرجاء ان انا ليا مكان في السماء مهما حصل, انا ابنه والمكان بتاعي مش ضايع. لكن هنبقى مكتئبين لكن غير متضايقين. هي دي بقى النقطه. مكتئبين يعني زي اي حد بتيجي حاجه بتضايقك, ويقصد بالاكتئاب ان انا حصل لي نوع من المضايقه كرد فعل, لكن انا مش هستسلم للمضايقه دي. هي المشكله في الاستسلام للحاجه, ان انا اخلي الفكره دي تسيطر علي. هي هو المفتاح في الكلمه دي. يعني مفتاح المرض النفسي ان الفكره هي اللي سيطرت على الشخص, ولا الشخص قدر ياخد الفكره دي ويرميها على المسيح, او المشكله دي ارميها على المسيح من خلال السبورت سيستم اللي حواليه, من خلال اب اعترافه, مرشد الروحي, جوزه, مراته, حد قريب منه. لكن لو انا مش قادر اشيلها لوحدي لازم اسيك هلب, ما سيبش نفسي اتجر لي ان انا اوصل ان انا بنام واصحى في الفكره وابتدي اتعزل وابتدي بقى مش عارف انام وابتدي ابقى عايز لوحدي. كل الحاجات دي ما ينفعش اسيبها. يعني لما الاقي نفسي عندي الاعراض دي محتاج ان انا اسيء من فضلكم, ما تسيبوش نفسكم لغايه لما تبقى مشكله. ومش غلط ان انا اروح اقول. والازواج والزوجات لازم يبقى اليرت لما الاقي مراتي مكتئبه او جوزي مكتئب ما زودش عليه. دي بقى نقطه مهمه. يعني قلنا نقف جنبه ذاتس نايس, بس احيانا عشان انا مش فاهم, مش قاصد مش فاهم, ممكن هو ايه المشكله دي, انت ما عندكش حاجه. لا مش هينفع اعمل كده. لازم ان انا اسمع واندرستاند واحاول ان انا اساعد, ولو مش قادر ان انا اساعد ادور لحد يساعد. فساعدوا بعض في حته مهمه جدا, لان في حاجه اسمها لالا يبتلع من الحزن المفرط. الواحد قاعد متضايق بزياده من غير ما ياخد الهلب. عشان كده طلب القديس بولس من الكنيسه انها تساعده عشان ما يفضلش قاعد يستسلم للايه, لان انا خلاص انا مفيش مني امل. عشان كده الرجاء اللي قاله في الاول هو كان فيري امبورتنت, الرجاء هو المخرج. فلما حد يوصل ان مفيش امل ده في منتهى الخطوره. تعال ناخد ايه النقطه اللي بعد كده. احنا وقتنا عامل ازاي؟ ده خلاص صح. طيب ناخد نراجع احنا هنقف عند هنا. احنا بس هقول لكم احنا خدنا النهارده, خدنا جزء صغير من الموضوع ده. ايه فكره ان 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 تيجي فكره تدخل جوه الانسان, واحد رد فعله ليها ان هو يشيلها شويه يتضايق شويه وبعدين يرميها, وواحد تاني تدمر له حياته, تدمرها بيزيكلي. هي نفس الفكره ونفس الشخصيه. وقلنا ان الافكار دي ده ايرلي اي كان ريجكت, انا عندي فول باور. كل ما تقعد كل ما يكون ليها سيطره, لو حطت جذورها جامد ووصلتني للديبريشن او الاكتئاب محتاج مساعده. واحيانا بتغير لان انا الهابتس اللي بتحصل معاها بقله النوم وبان انا عمال انحر في نفسي بتعمل تشينجز في الكيميكالز اللي موجوده جوه دماغي, فبقى محتاج
سبورت من بره، سواء بتغيير المايند سيت او بدواء انه يساعدني ان انا اخرج من الحاجه ده. خلي بالكم كمان على اولادكم، اسمعوهم لو هم متضايقين، حاسسوهم ان انتوا واقفين جنبهم، انا معاك ضد الخطيه، انا مش ضدك لما بتغلط، وانت بقيت يعني ارجوكم ما تقعدوش تقول لهم انت كذا والتصرف ده هو اللي كذا، وهنا بنتكلم فيها في مره بعدين الاطفال، انا مش هو موضوع النهارده، بس خلي بالكم على اولادكم برضو من الحروب النفسيه. في اسئله تانية عن ناخد كده 5 دقايق اسئله عشان عشان الوقت. اوكي انا كنت محضر يعني ده تلتين، ده يعني ده 3 اجزاء، ده الجزء الاولاني. انا كنت فاكر ان احنا هنعدي بسرعه، بس انا ما حبيتش اعدي بسرعه لان حسيت ان احنا محتاجين الاندر يعني ده الفاونديشن، افهم اللي بيحصل عشان اعرف اتعامل معاه، اتعامل معاه روحيا، اتعامل نفسيا، اتعامل معاه كده. اوكي بص علشان كده يعني احنا لازم نكون الشخص اللي انا اختاره مصدر لاخد منه يعني نصيحة يكون انسان عنده حاجتين. خلي بالكم يعني في ناس مثلا تيجي تسألني تقول لي يا ابونا انا قدامي عربية تويوتا بريا موديل 2016 عاملة 120,000، ايه رأيك؟ فاقول لهم دي نمرة الميكانيكي، روح اسأله. يعني هو مش معنى ان انا ابونا ان انا ابقى فاهم. مثلا واحد عنده فاينانشال بروبلم يقول لي ابونا انا عندي كريدت بكذا وبكذا، يعني رايك ايه؟ انا احب اسمع صوت ربنا. اقول له صوت ربنا ايه علاقته بالفاينانشال بروبلم؟ انت صوت ربنا تسمعه في الصلاه، بس روح لحد فاينانشال يعمل لك سبورت، لان ابونا مش هيجي يقول لك، لكن ممكن ابونا يقول لك ايه؟ يقول لك اولا خلي بالك من 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 انك انت تكون ماشي في سكه ربنا وانت بتحل المشكله، ما تحلهاش غلط بغلط، لكن روح سيك فاينانشال سبورت. فانت محتاج الشخص اللي انا اقصده، محتاج الشخص اللي انت بتروح له يكون عنده تو سكيلز، يكون عنده سبيريتشوال سكيلز عشان يدي لك معلومات صح. يعني في ناس بتروح للكونسلرز، اوكي، ازواج مثلا مختلفين، فالكونسلرز اللي هنا انت متضايق، اوكي شوف لك واحده تانية ايزي، يعني هو كده ولد يروح له. النهارده لو حد راح لحد قال له انا عايز اغير، يقول له غير حبيبي، عايز تبقى بلد وبنت، عايز تبقى ورد، عايز تبقى قرد، اللي انت عايزه، ما هو وباي لو هو هيقول له كده. فلازم اختار انا رايح لمين، يبقى انسان نفس الخلفيه الروحيه، يمكن يكون عنده حكمه، مشهود له بالحكمه، علشان ما يكون حكمه روحيه مش حكمه ارضيه، لان اللوجيك الارضي يقول لك طب بص بقى انا هعمل لك حركه تعرف تادبها بيها، او تعرف مش عارف تعمل ايه، تسخنهم على بعض. يبقى ده حتى لو كان ده قريب مني، ما يعني ما ينفعش ان انا اختار اي حد اخد منه، حتى اخطيت يعني في الاباء الكهنه، ما ينفعش كل انواع المشاكل زي ما حكيت لكم، مثلا مشكله فاينانشال يقول لك اصل انا رحت قلت لابونا وقال لي طب خلاص بقى اعمل كريدت جديد، مش شغلتنا. النصيحه تبقى الصح ان انا اقول لك روح سيك فاينانشال سبورت من حد بيفهم في الفاينانس، لان دي مش مشكله روحيه، ابونا دكتور روحاني ممكن يرشد في طريقه الحل لو كان عنده اكسبيرينس او جاي من الباك جراوند ده، ممكن يحط بعض الحلول العالميه لو عنده الباك جراوند ده من كده، لكن هي دي مش شغلته. فلازم انا اسيك المشاكل وادور على حلول صحيحه. معظم الاباء كان هتقول لك لا المشكله دي تروح لفلان الفلاني، لكن الحاجه لكن لازم نعملها بطريقه روحيه، لا بلاش السكه دي عشان احنا جربناها مش كويسه. فاهمني؟ الصحاب لازم نبقى فيري كيرفول، الاهل لازم نبقى فيري كيرفول، لان الاهل معظم الاحيان بيبقوا بايست، فما ينفعش يعني كل مره ادخل، يعني قليل قوي من الاباء والامهات اللي هيبقوا مش بايست لاولادهم، لان ليه؟ هي طبيعي انا بنتي جايه بتحكي لي من وجهه نظرها، فانا من وجهه نظرها شايفها ان هي صح، لان هي حكت لي ليه شايفاه، بس هي واقفه من ناحيه من الباب وجوزها واقف من الناحيه الثانيه من الباب الثاني، فاحنا
هم كل واحد شايف حاجه مختلفه، لازم اشوف ده واشوف ده عشان اقدر اقول لهم انتوا الاثنين مثلا صح، الباب هنا ابيض والباب الناحيه الثانيه اخضر، ما الباب لونه نين من بره لون ومن جوه لون، وهما الاثنين صح. انا واقف قدام باب شايفه ابيض، انا واقفه قدام باب وشايفه اخضر، يا جماعه هو ابيض ولا اخضر؟ ده ناحيتين. فطلع ان هو صح وصح، محتاج حد يساعدهم يقول له بصوا تعالوا اقفوا جنب بعض، انتوا الاثنين هتشوفوا نفس البتاع، المشكله انكم واقفين مش جنب بعض. فمهم جدا نختار الشخص المظبوط عشان يرشدنا مظبوط، فيري امبورتنت، لان زي ما انت قلت يا مينا ممكن الدنيا كلها تبوظ في الارشاد غلط والموضوع يزداد اكتئابا. هل لديكم اقوال اخرى قبل ما الشوي يطلع؟ طيب تعالوا ناخد الصوره الجماعيه بتاعت ابونا مينا دلوقتي ولا بعد كده؟ ده زي ما انت تعمل، عايزين نقول له كل سنه وانت